كاين الفلفله، كاين الخيار، كاين الدنجال، كاين الخيزو، كاين البصله، كاين البصله، كاين القوق، كاين البطاطا الاخرى دايره 4 دراهم، قليان وفريد، فلفله 6 دراهم، القوق 8 دراهم، كلشي كاين، كلشي كاين موجود. الليمون دابا خويا هذا هو الموسم ديالو، لان راه باقي غالي، المليح غالي ديال بركان داير 4 دراهم في المارشي 76، وحنا شخدمو الفريز ماشي الليمون، الفريز دابا السالة ماشي السالة لا غيبدا يدخل، باقي مرة غالي مرة رخيص، وهادشي اللي كاين. والليمون دابا راه مزيان الكورونا، دواء كورونا فيتامين سي هو هذا. اخر شامة ديال الليمون كاين المليح داير 4 دراهم 76، والعيانة راه دايرة 50 ريال سانكيل ديال العصير، أما النافيلة بحال هادي راه دايرة 4 دراهم 76، وغيكون منتوج هاد العام من ناحية الخضر وداكشي غيكون موجود. وكاينة شي سلعة اللي كتخسرها الشا، بحال دابا بالشكل ديال الفريز، دابا الفريز كتخسرو الشا، ما تنقدروش نخدمو في الشا، فاش الفريز تيطيح عليه الشا صافي تيمشي كلو تيخماج، وصافي هادشي اللي كاين. الماندالية راه سالات، كنا كنخدموها باقا ديال بركان، دابا دايرها ب6 دراهم ونصف المارشي جملة، باش تجيبها هنا تبيعها ب10 دراهم، الكليان ما كيشريهاش غالية عليه.